دولة داخل دولة، قوة عسكرية لا يستهان بها، دقت معها طبول الحرب على أرض المحروسة، لكن خيانة ابن العم أطاحت بجمهورية شيخ العرب همام لتذهب أدراج الرياح. في القرن الثالث الهجري ومع ضعف الدولة العباسية، سطع نجم الدولة الفاطمية التي سيطرت على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز، وشجع الفاطميون قبائل بلاد المغرب على الانتقال إلى مركزها الجديد مصر، وكان من بينها قبيلة هوارة التي استقرت غرب الصعيد. مقاليد الحكم لم تستمر في قبضة الفاطميين طويلاً، حيث تسلمت الدولة الأيوبية الراية ومن بعدها دولة المماليك في هذه الأثناء بعيداً عن العاصمة وتحديداً أقصى صعيد مصر. زاد نفوذ قبيلة الهوارة بزعامة يوسف بن أحمد بن محمد بن همام، وبحلول عام 1380 هيمنت القبيلة على الأراضي والأنشطة التجارية والصناعية في الصعيد. عام 1517 مني المماليك بهزيمة من الدولة العثمانية في معركة الريدانية. العثمانيون سيطروا على القاهرة ولكنهم فشلوا في السيطرة على الصعيد. السلطان سليم الأول أقر بالوضع القائم معترفا بسيطرة الهوارة، وعقد اتفاقية سلام معهم مقابل حصوله على خراج سنوي وعطايا. أمير الصعيد حرص على تأهيل ابنه البكر همام منذ مولده عام 1709 ليحمل الراية بعده، الأمر الذي تحقق بعد وفاته عام 1767. ولأن الابن سر أبيه، بسط همام نفوذه على أقاليم الصعيد من المنيا حتى أسوان، وأنشأ الدواوين وشكل قوة عسكرية من الهوارة ومن المماليك الفارين من حكم علي بك الكبير، متخذاً من فرشوط عاصمة لجمهورية شيخ العرب همام. طموحات أمير الصعيد بالسيطرة على حكم مصر اصطدمت بأحلام شيخ البلد علي بك الكبير، الذي استغل حرب الدولة العثمانية مع روسيا ونصب نفسه حاكما فعليا للبلاد عام 1768. علي بيك أيقن أنه لن يحصل على مبتغاه إلا بالتخلص من حجر العثرة المتمركز في الجنوب، لا سيما مع سيطرة المماليك على أسيوط بدعم من شيخ العرب همام. ومع هذه المعطيات جميعها بدأ دق طبول الحرب. الطرفان سعيا إلى دعم قوتهما العسكرية. أمير الصعيد أصدر وثيقة تعاون شملت 26 قبيلة، واستعان علي بيك الكبير بالروس الذين أمدوه بأحدث الأسلحة على وعد بدخولهم مصر. 3 جيوش تحركت بقيادة محمد أبو الدهب قاصدة أسيوط، لكن الغلبة في البداية كانت لهوارة بقيادة إسماعيل الهواري، الذي سرعان ما تخلى عن ابن عمه وسقط في خدعة وعد المماليك له بتنصيبه ملكا على الصعيد. هزم جيش شيخ العرب ودخل المماليك فرشوط وعاثوا فيها فسادا، لينسحب ابن 60 عاما إلى بلاد النوبة لبناء جيش جديد، لكنه توفي كمدا وقهرا ودفن في قرية قامولا جنوبي قنا في ديسمبر عام 1769 برحيل الجليل المعظم والملاذ المفخم كما رثاه الجبرتي. انتهت جمهورية شيخ العرب همام، ولم يتبقى منها إلا مسجده بفرشوط وركام قلاعه وسيرة تتناقلها الأجيال.